يأتي الألباني رحمه الله فيرى أن الذهب المحلق محرم على النساء، والذهب المحلق مثل الخاتم، مثل السوارة التي توضع في اليد، مثل القلادة التي توضع في الرقبة، فيرى رحمه الله أن هذا النوع محرم على النساء، ويستدل بما يأتي. وقد ذكر رحمه الله هذه المسألة في كتابه آداب الزفاف، وذكر أدلته وأدلة من قال بالجواز، وأجاب عنها بأجوبة، لكنني ألحظ أن بعض أدلة من قال بالجواز لم يذكرها حسب ما رأيت في كتب الحديث، ثم إن في بعض أجوبته فيها ما فيها. وعلى كل حال سنورد ما ذكره رحمه الله وما أجاب به، ونذكر ما يعضد قوله. الدليل الأول، وقد مر معنا في مسائل سابقة، ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه بطوق من ذهب. الدليل الثاني، ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت حبيرة وفي يدها خاتم من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يضرب الخاتم يضربه بعود، قال: خاتم من نار. فشكت إلى فاطمة رضي الله عنها، فدخل عليه الصلاة والسلام ذات يوم على فاطمة وإذا في يدها سوار من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يقال إن في يد فاطمة بنت محمد سوارا من نار؟ فلامها عليه الصلاة والسلام لوما شديدا، ثم قامت رضي الله عنها ببيع هذا السوار. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذ فاطمة بنت محمد من النار. الدليل الثالث، ما جاء عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وفي يديها قلبان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: اطرحيهما واتخذي سوارين من ورق وصفريهما بزعفران. الدليل الرابع، ما جاء في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها أنه رأى عليها شعائر من ذهب، أي في رقبتها مثل حبة الشعير قد علقتها في رقبتها، فذكر نحو مما ذكره عن عائشة رضي الله عنها. الدليل الخامس، ما جاء في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، أما لكن ما تتحلين به من الفضة؟ فما من امرأة لبست ذهبا أظهرته إلا عذبت به. الدليل السادس، ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابنته شكت إليه أن النساء يقولن لها: لما لا يلبسك أبوك الذهب؟ فقال رضي الله عنه لها: إني أخشى عليك من اللهب. الدليل السابع، ما صح عن عمر بن عبد العزيز أن ابنته أرسلت إليه بلؤلؤة وقالت له: ألا ترسل إلي مثلها؟ فأرسل إليها جمرتين وقال: إن استطعت أن تتحلي بهما أرسلت إليك بأخرى. دليل ثامن، ما جاء عند أبي داود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، فقال: إن المقطع خلاف المحلق. أما أدلة الجماهير وليس الجمهور، أولا الإجماع على جواز الذهب للنساء بجميع أنواعه وأشكاله، وقد نقل الإجماع البيهقي رحمه الله وابن حجر في الفتح. الدليل الثاني، عموم الأدلة التي جاءت بجواز لبس الذهب للنساء من غير استثناء، والأدلة كثيرة، منها أنه رفع الذهب والحرير وقال: هذا حل لإناث الأمة حرام على ذكورها. الدليل الثالث، ما جاء عند أبي داود والنسائي
ابن ماجه أن امرأة، وفي رواية النسائي أنها من أهل اليمن، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، يعني توارين غليظين من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذه؟ فقالت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وسؤاله عليه الصلاة والسلام إنما هو للزكاة، ولم ينكر عليها. دليل الرابع ما جاء عند أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، وهي التي توضع في اليد، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: يا رسول الله، أهو كنس؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنس. دليل الخامس، وهذا لم يذكره الألباني رحمه الله، ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه هدايا من النجاشي وفيها خاتم من ذهب، فجعل عليه الصلاة والسلام يحركه، فدعا أمامة بنت ابنته وقال: تحلي بهذا يا بنية. دليل السادس، ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب بالرجال أتى إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي قرطها وخرصها، والقرط هو الذي يعلق في الأذن. دليل السابع، أن عائشة رضي الله عنها استعارت قلادة من أسماء فافتقدتها، فنزل بسبب هذا آية التيمم. وإذا بوب البخاري فقال رحمه الله: باب استعارة القلائد، باب السخاب والقلائد، يشير رحمه الله إلى أنه جائز للنساء. الدليل الثامن، أن القاسم ابن محمد، وهو ابن أخي عائشة محمد بن أبي بكر، قد روى أن عائشة رضي الله عنها تلبس خواتيم الذهب كما جاء عند البخاري معلقا، ووصله ابن سعد، وسكت عنه ابن حجر، وحسنه الألباني رحمه الله. فهذه أدلة كل قول، ولا شك أنها أدلة قوية لمن قال بالقول الأول ولمن قال بالقول الثاني. نأتي على المآخذ على كل دليل استدل به أصحاب كل قول. نأتي إلى القول الأول الذي يراه الألباني رحمه الله، وهو تحريم الذهب المحلق على النساء. الدليل الأول، حديث من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. الحديث مر معنا هذا الحديث فيما سبق، وقلنا إنه حديث منسوخ، وذلك بأن الذهب بجميع أنواعه كان محرما على النساء، فأبيح لهن بعد ذلك الذهب، والذي أبيح وقت التحريم الفضة، لقوله: أما الفضة فالعبوا بها لا عيب. الجواب أنه منسوخ، وبما أنه منسوخ فإنه لا يؤثر في الحكم. وأجاب الألباني رحمه الله بأن هذا الحديث ليس منسوخا، وإنما هو محكم لم يجري عليه نسخ. وقد قال رحمه الله إن ابن القيم لما ذكر الأحاديث المنسوخة قال: ولم يتفق العلماء على نسخ عشرة أحاديث ولا على شطرها، كما في أعلام الموقعين، ولم يذكر من جملتها هذا الحديث، فيكون هذا الحديث محكما. والجواب عن هذا أن ابن القيم رحمه الله لا يرى صحة هذا الحديث، هذا فيما فهمته حينما ذكر مسألة الذهب المحلق، فقال في تهذيب السنن: عارضا للأدلة، ذكر رحمه الله أن ابن القطان أعل جميع هذه الأحاديث التي جاءت بتحريم الذهب المحلق، وبالتالي فإنه لا وجه أن يذكره رحمه الله من أنه من الأحاديث المنسوخة. وأما الجواب عن تضعيف هذا الحديث فإنه يقال إن ابن القطان أعل هذه الأحاديث وصححها غيره، وقد ذكر المحدثون أن ابن القطان رحمه الله كان متشددا في الرجال، فلعله من هذه الحيثية أعل هذه الأحاديث. أما هذا الحديث وهو دخوله عليه الصلاة والسلام على بنت هبيرة ثم دخوله على ابنته فاطمة، فإن
هذا الحديث يجاب عنه بما أجاب عنه ابن القطان، وهو ماذا؟ الضعف على التسليم بقوله، وعلى عدم التسليم بقوله فيكون هذا الحديث منسوخا. ما الذي نسخه؟ حديث أنه عليه الصلاة والسلام رفع الذهب والحرير وقال هذا حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. أما ما جاء عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام رأى على عائشة قلبين فقال عليه الصلاة والسلام ألقيهما واتخذي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران. هذا الحديث يجاب عنه بما أجاب عنه ابن القطان، وعلى عدم التسليم فيكون الحديث منسوخا. لكن الألباني رحمه الله يرفض مسألة النسخ ويقول لما لا تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة، فيكون الجائز من الذهب غير المحلق، وهذه الأحاديث في المحلق، ولا داعي على قوله للنسخ ولا دليل عليه من حيث التاريخ. لكن يجاب عن هذا لأن نرى هذه القاعدة، وهو أن الأصل عدم النسخ، لأن القاعدة في الأصول أن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. لكن يقال بأن هذا الحديث وقع لعائشة رضي الله عنها، وعائشة كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أنها كانت تلبس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم الذهب. يأتي الألباني رحمه الله ويقول الأصح منها رواية كانت تلبس المذهبة والمعصفة. يجاب عن هذا بأن الروايتين صحيحتان، فنعكس عليه ونقول قلت فيما سبق تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة، ففي الرواية التي رأيت أنها أصح وهي رواية أنها كانت تتختم بالمذهب والمعصفر، نقول هذا المذهب هي الخواتيم. أيضا حديث أم سلمة يجاب عنه بما أجيب عنه مسبقا من كلام ابن القطان أو من النسخ. أما ما جاء عند أبي داود وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء أما لكن ما تتحلين به من الفضة، أما ما من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به. فالجواب عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف ويضعفه الألباني رحمه الله، وهذا الدليل يصلح أن يقال إن تحريم الذهب المحلق على امرأة أظهرته افتخارا، لكن هذا الحديث ضعيف فلا يصلح للاستدلال به على تحريم المحلق أو على جوازه. ولذلك لو صح هذا الحديث لكان فيه نهي للمرأة أن تظهر زينتها، وهذا مخالف لقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما الأثر المروي عن أبي هريرة لما اشتكت إليه ابنته فقالت إن النساء يقولن إن أباك لا يحليك الذهب، فقال لها إني أخشى عليك من اللهب. هذا يستدل به الألباني رحمه الله على أن الإجماع مخروق الذي استدل به من قال بالجواز كما نقله البيهقي وابن حجر. ولا شك أن الإجماع الذي استدل به سيأتي له كلام، لكن يجاب عن هذا الأثر بأنه لا ذكر للمحلق هنا وإنما هو شامل، ومن ثم فإنه رأي يراه أبو هريرة رضي الله عنه، فلو قيل بعمومه فما جاز المحلق ولا غير المحلق. أما أثر عمر بن عبد العزيز مع ابنته لما أرسلت إليه بلؤلؤة وقالت إن شئت أن تبعث إلي بأخرى، فأرسل إليها بجمرتين وقال إن استطعت أن تتحلي بهما بعثت إليك بأخرى. فالجواب عن هذا أن اللؤلؤة لا يلزم منها أن تكون محلقة، فقد تكون لؤلؤة مقطعة توضع في الثوب. لكن يقول الألباني رحمه الله إنها لما طلبت منه أخرى دل على أنها توضع في الأذنين، ويجاب عن هذا بأنه ليس هناك تصريح قوي أو قرينة قوية. لما؟ لأنه ربما أن توضع لؤلؤتان في اللباس ويكون الجمال بهما في هذا اللباس أظهر من واحدة، ثم يقال أين التنصيص على أنها من ذهب؟ فيقول رحمه الله يظهر أنها من ذهب بناء على إرساله للجمرتين، لأن الجمرتين شبيهتان في المنظر بالذهب. والجواب عن هذا أنه ليس فيه تصريح قوي ولا قرينة قوية.
ومعوله رحمه الله ليس على هذه الآثار وإنما على الأحاديث السابقة، لكنه أراد بهذين الآثرين أنه ليس هناك إجماع على جواز لبس الذهب المحلق. أما حديثنا عن لبس الذهب إلا مقطعا فيجاب عن هذا الحديث بما يأتي. أولا أن هذا الحديث ليس مجمعا على صحته، وإذا فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن فيه رجلا لا يعرف، وأظن أن البخاري أعله بالانقطاع. وإذا ضعف هذا الحديث فإن مسألة شيخ الإسلام رحمه الله في لبس 4 أصابع من الذهب على الرجال فما دون جائز تكون مسألة مرجوحة. والجواب الثاني على افتراض صحته أن الألباني رحمه الله اضطرب في حمل هذا الحديث، فإنه رحمه الله وهذا موجود في كتابه أداب الزفاف قال في موضع ما قلنا لكم مسبقا. ماذا قلنا؟ قال إنه في المقطع مثل السن مثل الأزرار مثل الكبك، فهذه تجمل بها المرأة. وفي موضع آخر قال إن هذا الحديث يحمل على ما دعت إليه الضرورة، فهنا اختلف الرأي. وأما أدلة جماهير العلماء الدليل الأول الإجماع. أما الإجماع فإن الإمام أحمد رحمه الله وهو يتحدث عن الإجماع بعمومه ليس في هذه المسألة يقول وما يدريك أنهم اجتمعوا لعلهم اختلفوا وأنت لا تعلم. وإذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية يقول الإجماع المنضبط هو ما كان في صدر هذه الأمة لما كان الصحابة رضي الله عنهم في الحجاز، وأما بعد تفرقهم في البلدان فإنه ليس منضبطا، لأنهم لما كانوا في الحجاز تسمع أقوالهم وبعضهم قريب من بعض، لكن لما تفرقوا وما يدريك لعل أحدهم رأى برأي آخر. ومن ثم فإن في هذا الاستدلال قد يكون فيه نظر، لكن ناقله البيهقي وناقله أيضا ابن حجر، لكن ابن حجر كان دقيقا في العبارة، أظن أنه قال حكي الإجماع أو ما شابه ذلك، ليس بعبارة صريحة، وبالتالي فإنه لا يعول على هذا الدليل تعويلا كاملا. هذا ليس فيها نقاش، عموم الأدلة التي جاءت بإباحة الذهب بجميع أنواعه للنساء. لكن الإشكال الذي قد يورد عليه ما أورده الألباني رحمه الله من أنها أحاديث مطلقة فتحمل على المقيد. ما جاء في السنن من قصة تلك المرأة التي دخلت ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان، فقال أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ أجاب الألباني رحمه الله عن هذا الحديث بقوله وهو يرى صحته بقوله إنها قضية عين أفادت وجوب الزكاة لا غير. ويجاب عن جوابه رحمه الله لو سلمنا بأنها قضية عين في هذه المسألة، لأن قضية العين التي لا عموم لها كما يذكرها بعض العلماء لا تؤخذ على إطلاقها حتى لا نبطل أحكامه، وإنما نذهب إلى الجمع بين الأدلة. وعلى كل حال لو سلمنا بهذا فنقول ماذا تصنع بحديث أم سلمة كنت ألبس أوضاحا، وماذا تصنع بقوله عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت ابنته إذ قال تحلي بهذا يا بنية، ليس فيه ذكر للزكاة. وخلاصة القول أنه يجوز للنساء أن يلبسن الذهب المحلق لما يأتي. أولا قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فإن أعظم ما تتجمل به المرأة هو المحلق، فإذا منعت من المحلق فأي زينة تتزين بها المرأة؟ فتتزين بزر بكبك. ثانيا عموم الأدلة التي جاءت بإباحته. ثالثا فعل عائشة رضي الله عنها. ثم في نهاية المسألة الألباني رحمه الله انفرد في هذا العصر بهذا القول، وقد نقل عن البغوي رحمه الله أنه قال وكرهه قوم، ولم يفصح البغوي من هم هؤلاء. فقال الألباني رحمه الله ينبغي أن تحمل الكراهة هنا على كراهة التحريم. ثم إن في تصحيحه لحديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا يقال إن هذا الحديث لم يتفق فيه على معنى واحد. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه 4 أصابع فما دون للرجال،
وآخرون يرون أن الذهب المقطع يجوز القليل منه دون تقييد للرجال والنساء. والألباني رحمه الله يرى أنه محصور في النساء مرة، ومرة أخرى يرى أنه للضرورة. ولذا تبويب البخاري رحمه الله يدل على الجواز، وقد بوب أبوابا متنوعة في الذهب المحلق: باب لبس خواتيم الذهب، باب القلائد والسخاب،